إطار الحملة التحسيسية لمحاربة داء السرطان تاع الثدي وعنق الرحم، مبادرة من الجمعية ديالنا، اقترحنا أننا نديرو لساكنة أسكجور المحاميد واحد الحملة تحسيسية بشراكة مع الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، وبحضور أعضاء من المديرية الجهوية للصحة. دونك كانت بغيت تحضر معنا المديرة الجهوية للصحة، تعتذرات حيت كاينين عندها شي خدمة أخرى. دونك جا معنا المندوب تاع الصحة، جاء نائب المديرة الجهوية للصحة، حضروا معنا. كاين معنا الدكتور راود نور الدين، اختصاصي في أمراض النساء والتوليد، معنا الدكتور سيف السلام اللي هو مختص في أمراض الدم. دونك حاولنا نجمعوا بين لي باز، منين كيبان المرض. دونك كنمشيو للسونتر دو سونتي اللي انا اوتون كو ساج فام، اقترحت على لا ماجور تاع المستوصف المسيره الثانيه باش ندير هاد الحمله اللي يلاه داروها هما. دونك عاونتني بزاف وقالت لي كوم كوا لي فام ديالك يقدروا يجيو يديروا الكشف عندنا في المستوصف ديالنا. دونك هكا باش كاملين نقربوا من الناس ونحاولوا نوعيوهم باش يمشيوا يكشفوا بكري على الامراض، ما يخليوش حتى تيتافونس المرض. هذه حمله وطنيه، الهدف منها هو الفحص المبكر ديال سرطان الثدي وعنق الرحم، اللي انطلقت منذ 22 في شهر اكتوبر وغادي تستمر حتى 22 في شهر نوفمبر. كمندوبيه ديال وزاره الصحه على عمله اقليم مراكش، تنحاولوا اننا نقوموا بمجموعه ديال الحصص ديال التحسيس والتوعيه على صعيد النفوذ الترابي ديال عمله اقليم مراكش. بدينا يعني في المسيره هذه تقريبا واحد اليومين، اليوم كنا في سيدي يوسف بن علي، اليوم التواجد ديالنا ما هو الا تاكيد لهذه الحملات هذه التحسيسيه والتوعويه. بالموازات مع هذه الايام ديال التحسيس والتوعيه، كاين يعني كشوفات سريريه على مجموعه ديال النساء اللي تستفدوا من هذا الفحص المبكر، سواء فيما يخص سرطان الثدي او سرطان عنق الرحم في جميع ديال المراكز الصحيه، سواء المتواجده على الصعيد الحضاري ديال الاقليم ديال عمله مراكش او لا على صعيد المجال القروي. هذه الحمله كيف عارفين هي حمله ديال وزاره الصحه اللي عاملها منذ سنه 2011، وبفضل هذه الحمله كانت واحد الوقايه ديال مجموعه هائله من النساء بكشف مبكر على السرطان ديال الثدي وعلى السرطان ديال عنق الرحم، لان هاد جوج السرطانات زائد السرطان اللمفاوي هما من السرطانات اللي كثر بزاف في العالم عامة وفي المغرب خصوصا، وحنا ما خصناش كمواطنين ان تكون عندنا واحد الكشف متاخر، حتى الانسان اللي عطى الله عطاه عاد باش يجي للمستشفى ويجي يشوف الطبيب، لان الا قدرنا باش نقصوا من المرض ونقصوا من التكلفه ديال العلاج، غادي نكونوا مجتمع اللي رابح على جميع الجهات. وكما كيقول المثال، الوقايه خير من العلاج.